من أخيرة الجريدة نطالع زاوية صباحكم خير للكاتبة ناهد قرناص، هذه المرة بعنوان والله ما رضيناها لك. تتساءل قرناص في مقدمة هذه الزاوية: ما الغرض من بكاء الساسة عندنا؟ لماذا يبكي بعضهم علنا أمام الجماهير ومن داخل البرلمان؟ هل يريدون كسب أراضي جديدة؟ ترى هل يريدون كسب التعاطف أو كسب التعاطف الشعبي؟ وترى الكاتبة أن الأمر الذي لا جدال حوله أنها صارت ظاهرة وموضة في وقت الناس في أشد الحاجة فيه إلى تصريح ما يشرح حقيقة الموقف. وتضيف: إلا أن الرد يأتينا على هيئة شفرة بكائية، وجب علينا فك رموزها لمعرفة الحاصل. ومن ثم ينفض السامر ونجلس نحن ممحنين في انتظار الباكي القادم. وتلفت قرناص إلى أن ظاهرة بكاء الساسة ذكرتها بطرفة المصري الذي يعمل في سوق البطحاء في الرياض في السعودية، والازدحام ذلك السوق تتم فيه الصلاة بسرعة حتى لا يتعطل الزبائن، والأئمة هناك لا يطيلون الصلاة. وفي يوم أتى إمام الحديث حديث عهد بسوق وكان يبكي بين آية وأخرى، فطالت الصلاة وتململ التاجر المصري حتى سلم الإمام فاندفع نحوه من بين الصفوف صائحا: أنا نفسي أعرف أنت بتعيط ليه. وبالمناسبة الصورة دي تحديدا ما فيهاش عياط. وتختتم قرناص هذه الزاوية بأنه من المؤكد أننا لن نغني للمسؤول والله ما رضيناها ليك، تغمر الدمعات عينيك. وتضيف: فقد فاض بنا الكيل يا أصحاب السعادة، فالتكليف الوزاري له ما بعده، ومن أراد الثمر فليلعق الصبر. وأخيرا وليس آخرا نود أن نقول لكم: